مو فيديو عفوا ولا هو صوره، مقطع صوت راح تسمع ان شاء الله عن طريق سبيكر. اعطونا مقطع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخي الغالي عمر، اسعد الله جميع اوقاتك بكل خير وعافيه. اسطر لك هذه الكلمات وهي تحمل في طياتها حبا واشتياقا، وتنثر من عبقها ولاء وتقديرا. شاهدتك في البرنامج رجلا مبادرا لكل خير كما هي عادتك، متواضعا كما هو طبعك، محبا لإخوانك كما تحب لنفسك. فلفت أنظار مشاهديك وأسرت مشاعرهم وتربعت على قلوبهم. أخي الغالي عمر، تفتقدك المشاريع التطوعية والمبادرات الإنسانية والأعمال الخيرية، ولكن حسبنا أنك تشارك في محضن من محاضن التميز ومصنع من مصانع النجومية، لتخرج منها نجما يتلألأ كما عهدناك وعهدك أهلك ومحبيك. أبلغك سلام وأشواق الوالدين والإخوان، تحتوهم مشاعر الغبطة والسعادة في من سخر نفسه ووقته وجل اهتمامه لخدمة دينه ومليكه ووطنه ومجتمعه. أسموك أقرانك وزملائك مشكورين الفخم، وما علموا أن الفخامة جزء صغير من شخصيتك وأنها تقف عاجزة عند جميل خلقك وخلقك. استمر في مشاركتك في البرنامج المتميز وحافظ على رصيدك، وتذكر دائما وأبدا من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. دمت طيبا، دمت معطاءا، دمت مبادرا، دمت متميزا في كل خير. أخي الغالي عمر، العين من اسمك علم، والميم معرفة، والراء رؤية ورسالة. وفقك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. هذا من هو يا عمر؟ هذا أنا أعتبره والدي الثاني، هذا أخوي الشيخ مالك، هو شيخ وقاضي. قاضي. فيعني أنا مفتقده بشكل كبير جدا، ويعلم الله يعني أنا كنت أتمنى أنه كان مع والدتي وأختي وأخوي لما كانوا، والوالد، ولكن للأسف، لكن بإذن الله، بإذن الله أن يبيض وجهه وجه جماعتي وأهلي وقبيلتي، وقبل كل شيء أنه الجماهير اللي جالسة تنتظر مني الأمور والشغلات اللي أنا جالس أرتب لها إن شاء الله. شكرا لكم يا ناصر، والله الكلمات إن ما توفي أي شيء، ضيعت كل الكلمات. شكرا للجمهور اللي جالس يدعم، شكرا لأخوياي، لأنه في شغلات كثيرة ترك هم أنا أعتبرهم ركز أساسي في الأشياء اللي جالسين نرتبها. فهم الكلمات والله ما توفيهم حقهم اللي أنت جالس تشوفهم. مشاعرك وصلت يا عمر، ومجمل، وفعلا الفخامة جزء من شخصيتك. الله يجزاك. الله يا رب يخليك فوق وتجمع إن شاء الله بينك وبين. يعطيك العافية حبيبي. مني في الخمس.